studying and preparing for the end of the world. Coronal mass ejections are powerful eruptions on the sun. If these masses of plasma reach the Earth, it could destroy our electrical grid, which is every facet of modern life. العالم كامل كيدوي حاليا على إمكانية وقوع أبوكاليبسيس 2025، أي من هنا العامين. أبوكاليبسيس هي نهاية العالم، كيف ما سمعتي، ماشي على شكل فيلم ديال 2012 اللي كلكم ما تكونوا شفتوه. فين كان سبب نهاية العالم في الفيلم؟ هما الزلازل والتسونامي، بل السبب اللي كتوقعوا حاجة أخرى وخا تبانك بسيطة في السمية ولكن راه كفس في الحقيقة كاع، ألا وهو أنه في 2025 كيقولوا تقدر تقطع الإنترنت، ماشي على الإنترنت، بل جميع الاتصالات، ويقدروا يوقعوا ديكوغ سيركوي اللي سببوا حرائق كاع وطفى المدينة بسبب موجات الشمس. خبر ماشي حديث الساعة، فرغم من 2021 هو خارج وبقى كينتشر شهر مورا شهر، خصوصا مع إعلان نازا على البروجي ديال داغر اللي دار باش يسبق وقوع هاد العواصف الشمسية. جاغا هكاك زعما؟ فهاد الفيديو غنتعرفو منين جا الخبر وصحيح ولا لا، واهم حاجه الا جات توقعات واش فعلا نهايه العالم. طلبتونا على هاد الفيديو البارح في الكومونتيرات، او عندكم اليوم كشي علاش اليوم عاوتاني غنطلب منكم تكومونطيو لي الفيديوهات اللي بغيتو، تخلي شي لايك، كلشي دير لايك، درتيها ما تطول عليكم، نخليكم مع ونيكسبيت. ونيكسبيت هي واحد البلاتفورم اللي كتمكنك من انك تلعب على الفرق المفضله ديالك وعاب التليفون، راه باي ذا واي فيها اكبر ليكوت ما بين كاع لي بلاتفورم اللي كاينين. خير مثال انا سبونسور والراعي الرسمي ديال الدوري الايطالي وكبار الفرق الاوروبيه بحال بي اس جي، البارسا، ولا محليا مع الرجاء. نخليكم الرابط التسجيل ديال ونيكسبيت لتحت، وما تنساوش تخدموا البرومو كود ديالي اللي هو فرح11 اللي كيمكنكم من انكم تحصلوا على 130 دولار بونوس. ما حتاش نقول لكم انكم ضروري تكون في 18 عام باش تخليها. دي كاس اي واحد مشاهد وما عندناش مع الكسالة. دابا انا نتعرفوا كيفاش خرج هادشي. فجاه كلشي ولا كيدوي على عاصفه شمسيه غتنهي العالم والانترنت. كلشي بدا في 2021 من واحد الاستاذه من جامعه كاليفورنيا سميتها يا ربي نطق مزيان سانغيتا ابتو جيوتي. هاد الاستاذه الباحثه حضرات من خطوره وقوع عاصفه شمسيه، حيت العواصف على عكس الكوارث الاخرين ما كتقدرش ترقبها ولا توقعها كاع، كتغفلك. كيف ما ديجا وقعات في 1859 في 1921 وفي 1989 اخر وحده قويه، يعني ما كترقبهمش حتى كيوقعوا كيخليو كوارث. اكثر من هادشي في البحث ديال هاد الاستاذ اللي غنخليكم هنا، غيبقى يبان لكم هابط بي دي اف، واللي غنخلي لكم اللين ديالو في الديسكريبشن اللي بغى يزيد يقلب. الاستاذ دوت على كيفاش العاصفه كتقدر تافيكت وتقطع جميع الاتصالات بما فيهم الانترنت من لي ساتيليت حتى الكابليات اللي كيدوزوا الداتا ولي زانفورماسيون. المهم البحث ديال هاد السيده بقى هنا حتى نهار 30 مارس من هاد العام، في النازا في الباج اوفيسيال ديالها اعلنت انها اخترعت واحد الكمبيوتر اللي كيكومبيني ما بين الذكاء الاصطناعي ولي ساتيليت ديال النازا اي الاقمار الصناعيه ديال النازا باش يترقب هاد العواصف الشمسيه. كيف ما قلنا كانت صعيبه ولا من المستحيل ترقبها كتغفلك، حيت انا هذا الكمبيوتر ولا هذا البروجي اللي تسمى داغر بروجيكت غيعلم على المكان والوقت اللي غتوقع فيه نص ساعه قبل ما توقع، يعني ولات عندنا واحد لامارج ديال نص ساعه قبل ما كان عندنا والو كيغفلك كيوقع. 30 دقيقه تقدر تبان لك والو، ولكن كيف ما شوفوا في الاخر ديال الفيديو 30 دقيقه تكون كافيه باش تقدر تنجح بحياتك الا تبريباريتي، خصوصا الا كنتي وشي واحد واخد الاحتياطات ديالك وخاصك ديك نص ساعه باش توصل لذاك المكان الامن اللي انت مصوب. في الاخر الفيديو غتعرفوا علاش هذا الاختراع وكيف ما وضحت النازا جمع اقتراب الدير ديال الشمس والسيكل ديالها، يعني على حسب ما كيتوقعوا غيوقع في 2025. هادشي راه النازا كاتبه في السيت، وللموجات على حسب ما كيقولوا ملي غيوصلوا الارض غيقطعوا الانترنت وجميع الاتصالات. دونك الا خديتي البحث ديال السيده الاولى زائد على تاكيد النازا على البريباراسيون ديالها لهاد العاصفه في داك البروجي فهادشي خلق ضجه كبيره، وحاليا ولا كلشي كيدوي عليه. باش نقربكم من شنو يقدر يوقع اجيو نشوفوا العواصف اللي ديجا ضربوا الارض. باي ذا واي هاد العواصف ماشي غريبة على الأرض، راه من القرن 18 فين بدا التسجيل الأرض تصابت كثر من 15 عاصفة واللي ماشي كاملين خلاو أثر كبار. ما حنا غندوي على أبرز وحدين غتكون لاحظتوا أنهم كنسميهم عواصف شمسية بدلا من عواصف جيوماغنيتيك باش نبسطها وتفهموا. فندوي على أبرز وحدين، أول وحدة وأقوى وحدة عمرها تسجلات في الأرض كانت ديال 1859 اللي تسمات بكارينتون، فين تسببات في ذاك الوقت بأن جميع لي تيليغراف ميبقاوش يخدموا، هادشي في أوروبا كاملة وحتى في أمريكا الشمالية. تخيلوا معايا المدى. القضية بدات بأنهم لاحظوا شفق قطبي في السماء، يعني السماء فحال بدات كتلون دوك الضواء. اكثر من هادشي دوك لي تيليغراف الكابليات ديالهم بداو كيديروا دي كور سيركوي، ودوك الشرارات ولدوا بزاف الحرائق. هادي كانت اكبر كارثه دارت شي عاصفه شمسيه، شوفوا شحال داز عليها. وكانوا عاد تيليغراف ما كانوش عندهم هاد الاجهزه اللي عندنا اليوم، حيت انا الامر اللي ما خلاهاش تكون كفس هما ما كانش عندهم هاد لي زاباري. دابا كدور كتلقى كلشي عندك اباري ولا تكنولوجيا. ديك الوقيته الا لقيتي التيليغراف ما تقولها لحد. وشوفوا شنو وقع، تخيلوا دابا من غير حادثه كارينغتون عندنا عاصفه 1921 اللي تسمات بنيويورك ريل رود اللي نهار وقع
وقعات، واحد لانستالاسيون ديال التليغراف في سويسرا انفجرات كامله. نفس الحاجه وقعت في واحد المحطه ديال القطار في لونجلتيرا الانجليز. انا خليكم بعض الصحف اللي كنخرجوا في ديك الوقيته وعلنوا على هاد الكارثه هادي باش تعرفوا راه مشحال هادي وهي جايه كتوقع، الروينه ناضت. فيما يخص اخر عاصفه قويه وقعات فراه هي ديال 1989 في كيبيك في كندا، في النار وقعت طفات المدينه لاكثر من 12 ساعه. كيف ما كتعرفوا كندا ولا كيبيك المدن ديالها بارده، تخيلوا ما يدفعوا عليك جميع الاجهزه الكهربائيه اللي كتسخنك اللي كتاكل بها، كلشي 12 ساعه والظلام في البرد، الناس فاقوا ما فهموا والو، وكلشي وقع هكا في جوج دقائق. فغتخيلوا معايا توقع في 2025، تسمع يقولوا ليك شوفوا عندكم نص ساعه قبل ما توقع هذه العاصفه حميوا راسكم مع كامل الاجهزه اللي عندنا. فبلا ما ينفجروا حتى الاجهزه، تخيلوا معايا انت يكونش عندك اكسيون وما تقدرش تستعمل لا تليفونك لا الثلاجه لا التلفازه لا اي حاجه كهربائيه، لا الضو حتى هو اللي هو من اهم الحوايج يتقطعوا عليك، هادشي بلا ما ندوي على الشركات اللي غيتوقفوا الى اخره. باش تعرف مدى هادشي شوف عاوش تقدر تدوز ساعه بلا حتى شي حاجه الكترونيه، تفض ما تنعش، تفض الضو حيد التليفون حيد التلفازه حيد كلشي، اصبر ساعه. تخيل هادشي وقع لمده، كيبقى الامل ان النازا تختار شي حاجه من هنا لتماك باش تحمينا. الا بغيتو تحطوا راسكم في موقف كما قلت لكم في البدايه عم تحسوا بهادشي ديال بصح، ندعيكم انكم تفرجوا في واحد السيري ديال ناسيونال جيوغرافي سميتها المجهز لليوم الاسود او بالانجلي دومز داي بريبرز. I'm preparing my family for the total destruction of the power grid. A devastating earthquake. A series of catastrophic terrorist attacks. Super volcano. Under a doomsday scenario, I'll be the only one standing there who has another 100 pounds to lose. 700 cans. 241 pounds of cucumbers. We have weapons for every individual in the house. This is the lifestyle that we live. Let's go. We're bugging out. A brand new series, Doomsday Preppers. اللي كنت كتنقل ما بين 2011 حتى 2014، شي واحد فيكم يكون شافها في ناسيونال جيوغرافيك ابو ظبي بالعربيه. فهاد السيري كيبينوا لكم مجموعه ديال العائلات كيوجدوا راسهم من نهايه العالم، ولكن في كل حلقه كيتناولوا فيها موضوع وكارثه، الله يحفظنا ويحفظكم منا. ففي واحد الحلقه مشوا عند عائله كتحمي راسها من التسونامي في امريكان، في حلقه اخرى عائله كتحمي راسها من الانهيار الاقتصادي، وفي واحده من الحلقات كانت واحد العائله كتحمي راسها من هاد الموجات ديال الشمس او العواصف اللي غيقطعوا الكهرباء. في الحلقه كيبينوا لك العائله كيفاش كتوجد راسها وكيفاش كدير باش تلقات شي حاجه يلقاو راسهم واجدين وجاهزين، فحال كيفاش كيسيروا الماكله، فين كيخبيوها، فين هما غيحميو راسهم اللي توقع، كيفاش يحميو راسهم من داك التشاش او لي كوغ سيركوي الى اخره. ما نقولش لكم ديروا في حالهم، كنقول لك عاد تفرج ولاحظ كيفاش هاد العائله فريمون مامنه بهذا الشيء غيوقع وكتحمي راسها. كاخر ميساج شنو بان لكم نتوما؟ واش خاصك تبريباري انك تحمي راسك منها وتانفيستي باش تحمي راسك وعائلتك، ولا هذا عاشي فيلم اخر والاخطار راه ديما كاينه بحال داك الشيء اللي داروا في 2012 ديال ديك التاريخ ديال المايا اللي قالوا ان نهايه العالم 2012 وكلشي تيق، يعني فحال حتى شي حاجه بغات توقع وكيبغوا يخلعونا. شنو بان لكم نتوما؟ نبغي نعرف الراي ديالكم ديال بصح في هذا الموضوع، خليوا لي في الكومنتس. ولو وصلتي حتى لهنا نبغيك تكومونتي نازا باش تعرف تفرجتي في الفيديو حتى الاخر درتيها. صدق ما كان في الفيديو ديالنا تعرفنا على القديم من الاول ديالها، من الباحثه الاستاذه حتى الخبر ديال نازا حتى الاختراع ديالهم اللي عطيك نص ساعه باش تعتق راسك، وحتى نهايه الفيديو ديالنا اليوم. كان معكم فاروق لايف، نتمنى نكون شرحت لكم وفهمتوا لي اهم حاجه. قولوا لي الفيديوهات الجايه اللي تبغيهم، ديما كنقرا لي كومونتير، ونتلاقاو في الفيديو الجاي. تهلاو ليا في راسكم. عمري شفت شي تشيكا بحالك هاك داونيه، ما كانتش انا وياك حبايبي نديرو نينيا، بنادم جاري معنا فحالنا تزاد فكيه.